السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستخدم هذا الكود اللي هو بدايته ZN ونعرف ايه الإفادة من ZN دي. هنا نفتح دلوقتي الأكسس ونفتح ونعمل جيتر تيبل وهنا نمبر. هنحول هنعمل استدراج استعلامي وننزل معانا الاثنين دولت ونسيب بالكويري 1. انا لو كتبت اي حاجة في هذا الجدول وما كتبتش حاجة في الجزء ده طبعا عشان ده معرف برقم، فالجزء ده اللي ما كتبتش فيه انا عايزه في حالة لو انا ما كتبتش حاجة في الحقل ده يتكتب قيمة تلقائية وهي مثلا زي ما مكتوب كده ايه نان او فارغ او لا يوجد، حتى لا يوجد لا يوجد. تمام كده. هنعملها بقى ازاي؟ هناخد الكود ده ونيجي هنا في الاستعلام ونلصق هنا طبعا هو فيلد 1 هياخد نفس الداتا وهيخليها لا يوجد. اصبح كده ان احنا قدرنا وطبعا نكفي دوت وده يجي مكانه، يبقى الشكل النهائي بعد ما كتبنا لا يوجد. يعني كتبنا هنا مثلا اي حاجة لكن جينا عند الاخيرة ما كتبناش فيها حاجة فهيديني لا يوجد. هنسيف ادانا زي ما انت شايف لا يوجد لا يوجد. الكود سهل جدا وبسيط. ممكن نعمله ايضا هنا بس بدلا من لا يوجد صفر، عشان ده رقم هنخليها صفر. فيل 2 اي اس مثلا. ونلصق هنا الجزء ده ونفي دي واصبح الداتا اللي مش مكتوب بيبقى صفر. الداتا اللي ما كتبتهاش اهي، ادي اسمي احمد بس احمد 20، خد بالك انا ما كتبتش حاجه جنب اسمي. سامي ما كتبتش حاجه جنب اسمي. يجي في النتائج فكتب صفر وانا احمد 20 زي ما هي وسامي صفر عشان ما كتبتش داتا فيها. دي افاده مهمه في الجمع والطرح عشان احيانا مش احيانا تقريبا الحقل الفارغ ما بيضربش مش بيعتبر صفر يعني. فدي مهمه قوي قوي يعني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.